إذن أعزائي المستمعين، دائما معكم في إطار هذه التغطية لإذاعة ميديا في أم لهذا الحدث اللي هو مئوي التمير. وبهذه المناسبة حسب بعض الإخوان بأنه قد صدف مئوية ديال مدينة القنيطرة، واللي حاولنا ندير واحد جولة أفقية عبر الفاعلين الأساسيين لهذا الحدث. أكيد بأنه التعمير هو مجموعة من المستثمرين بما فيهم المعماريين بما فيهم كذلك يعني المجزئين أو المنعشين العقاريين، وكذلك المؤسسات العمومية كالوكالة الحضارية كالبلدية وكذلك الولاية من خلال القوانين أو المشاريع القوانين اللي كتصر عليها الفائدة ديال هذا التعمير. حاليا تكلمنا على مع المهندس واخذنا الراي ديالو، مع المؤرخ واخذنا الراي ديالو، وكاين بهذه المناسبه هناك فاعل اساسي في هذا القطاع اللي هو المنعش العقاري. وبهذه المناسبه باش نسلطوا الضوء اكثر على هذا المجال وندخلوا من الباب ديالو الواسع، لابد من نخليو السيد رئيس الجمعيه اللي سي عبد الغني رياسع رئيس جمعيه المنعشين والمجزئين لجهه الغرب الشراره بن حسن. مرحبا بك سي رياسع في هذه الجوله في ذاكره مدينه القنيطره، وكنشكركم على سعه صدركم والصبر حتى يمكن لنا الطاقم ديال ميديا فهم يتواصل معكم. اذا سي رياسع، انه مدينة القنيطرة عندها واحد الاحتفال خاص، هي مدينة عزيزة على المغاربة ككل، ولكن هناك معزة وحبة خاصة لأبنائها ولكل من عاش بين أحضانها، لأنه القنيطرة ماشي هي كتشكل كل شيء القنيطريين، ولكن كيجي من جميع المدن، ولكن سرعان ما كما قال بعض المهندسين بأنه سرعان ما يسقطون في أحضانها وكيعيشوا معها وكيعيشوا مع وليداتها، وتبقى بعلم بأنه بالنسبة للمستقبل كتبقى له رمزية أساسية. فأنتم سي عبد الغني مجزئين، وكاينة ذاكرة اللي خصنا نحافظوا عليها، يعني منعشين عقاريين وكاين واحد الذاكرة اللي خصنا نحافظوا عليها. وهذا المنعش العقاري أعتقد هو كذلك هو أصناف، فبغينا نتعرفوا معكم أولا على العمل اللي كتقوموا به، ومن من من هي هذه الجمعية؟ وشنو هي المميزات اللي كتخلق من اجل يعني جعل واحد الفضاء لائق للسكن وقابل للتعايش؟ شكرا سي مينو تقدر. اولا كنشكر قناه مدينه اف ام على هذه المبادره الطيبه والحضور ديالها القوي في جميع المبادرات على جميع التراب الوطني. شكر خاص لسي مينو تقدر اللي كيتقاسى هذا اللقاء، والطاقم المسير الأنسة رجاء السي يوسف، كنشكرهم صراحة أنني عشت معهم لحظات قوية خلال المعرض الجهوي الأول للعقار مدينة القنيطرة. جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالمدينة، جمعية الآن اللي منخرطة ديالها ب 42 منعش عقاري، كنشتغلوا في إطار مؤسساتي بشعار المنعش العقاري المواطن. وكان هذا الشعار تبنيناه خلال المعرض الاول للعقار بمدينه القنيطره. الان الذكرى المئويه، لا بد من الحضور ديال جميع المنعشين العقاريين، حضور الجمعيه في هذه الذكرى حضور قوي، حضور لا بد منه، لان المنعش العقاري والمنعش العقاري خصوصا المواطن هو اللي يمكن ليه انه ما يفلتش بحال هاد المبادرات. هذه 100 سنة من الذاكرة ديال مدينة القنيطرة، ومن هنا 200 سنة يمكن تجي ذاكرة أخرى اللي غيقدروا يحضروا فيها الأجيال القادمة، اللي غادي يكونوا حفيدنا ولادنا ولا حفيدنا وما إلى ذلك. بخصوص الحفاظ على التراث القنيطرة، القنيطرة كتمتاز بواحد التراث معماري لا مثيل له، يجب صيانته، يجب مراعاته، وعلى الخصوص أن هذه المبادرة اللي جات كنحيي الناس اللي اتخذوا هذه المبادرة ونزلوها على أرض الواقع. المشاركة ديال الجمعية المنعشين العقاريين في هذه المبادرة
ستتم بتوقيع اتفاقية سيحضرها السيد وزير التعمير، فعالية مدينة القنيطرة، السيدة ولي جهة غرب شوردة، السيد المجلس الجهوي، السيد المجلس الإقليمي، السيد المجلس البلدي، السيد رئيس هيئة المهندسين المعماريين وجميع المهندسين وكذا جمعيتنا. الاحتفال بهذا الذكرى المئوية ماشي هو أصلا غير احتفال، ولكن تجسيد على أرض الواقع وتسريع الوتيرة تفعيل الاتفاقية. هادشي هذا طلب أنا كنوجهه لجميع المتدخلين في القطاع. التعمير إلى فقد الأصالة اللي هي الهوية ديالنا ديال المغاربة كاملين، كيف قد كنفقدوا به الهوية ديالنا إلى ما رجعناش للأصالة ديالنا، وتمعنا فيها وتأنسبيرينا منها وخدينا منها، ما يمكنش لينا ننجحوا واحد الورش معماري جديد مستقبلي يمكن لي يكون بالنسبة للأجيال القادمة تراث مستقبلي. علاش؟ لأننا لابد أن نشتغل على ترميم وتصنيف والاهتمام بلو باتريمون السابق ونجدو لو باتريمون ديالنا لي جينيراسيون فيتور. مدينة القنيطرة تلتحق بالمدن الصاعدة في المملكة، من المدن الكبرى واللي ولات عندها واحد القوة تنافسية كبيرة بزاف. لهذه الأسباب كنتمنى أن المنعشين العقاريين وكذا المهندسين المعماريين الطبوغرافيين جميع المتدخلين في العقار انهم ياخذوا بعين الاعتبار بان اللمسات اللي كيوضعوها وهما كيرسموا وكيوجهوا وكينزلوا على ارض الواقع المخططات المعماريه، ياخذوا بعين الاعتبار بانها غادي تكون شاهده عليهم مستقبلا، شاهده من حيث الجماليه، من حيث المحافظه على البيئه، من حيث المحافظه على المساحات الخضراء، من حيث التشجير، من حيث الصيانه، من جهه ايضا المتابعه. كنظن بان في العشر سنوات الاخيره شهدت مدينه القنيطره واحد القفزه نوعيه جماليه العمارات. وكنظن بان هذه جماليه العمارات من لي فاصاد ديالها ماشي هي غير السبب اللي علاش حنا هنايا. انا كنظن بان حفظ كرامه المواطن، حفظ كرامه المستهلك اللي كيقتني واحد الشقه اللي من المفروض علينا حنا كمنعشين عقاريين اننا نوفروا ليه جميع مكونات الحياه الكريمه داخل الشقه، وبعد ذلك ليخرج الى باب العماره ويجد اشجارا خضراء ويجد مساحات خضراء ويجد حتى قطعه ارضيه اللي فيها 2 متر على 2 متر مخضره، كتفتح ليه النفس ديالو على الحياه، كتفتح ليه النفس ديالو على 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 استمراريه الحياه، وكتكون عنده واحد الغريزه ديال النظافه وديال الجماليه وديال مراعاه لي زيسباس فير، المناطق الخضراء، من خلال هذيك الحدائق الصغيره اللي كتكون في جوانب العماره. وشكرا سي عبد الله. اذا سي يسع بانه كلام جميل، فيه نوع من التفاؤل، فيه نوع من يعني تحسيس بالنسبه للسكينه وبالنسبه للسكان. ثقافه جديده عرفها المغرب بصفه عامه وقنيطره بصفه خاصه هي هذا السكن المشترك بما وبينه السكن المشترك واللي كي يدفع بانه هذوك الساكنين او يعني في عماره واحده يخصهم باش يعينوا واحد السنديك، وهذه الثقافه ديال السنديك اكيد بانه في المجتمع ديالنا هناك صعوبات كثيره باش يمكن لها تدبر واحد المجال المشترك او الملكيه المشتركه. فعلى هذا المستوى انتم يعني كمنعشين عقاريين واش هاد كتاخذوا بعين الاعتبار يعني باش توجدوا لهاد الناس جميع المعطيات القانونيه والتقنيه، لانه كاين اشكاليه بعض الوقت كبير هذا المجال اللي هو كما قلتي قبيله كيعيشوا فيه واحد
مجموعه ديال الناس اللي السؤال الثاني باش يبقى مرتبط بالاول هي واش كتراعي الخصوصيات ديال المغاربه؟ هناك عيد الكبير، هناك عيد الصغير، هناك العائله كتجي عند العائله، واش هذه الخصوصيات حاضره ضمن الهمات ديال الاهتمامات ديالكم بهذا هذا ولا فقط لان هناك المنعش العقاري فاش كنسمعوها وكيسمعوا بعض الناس كيقول لك اودي كيقلب فقط على الربح فقط، هادو كلهم عناصر ممكن بانه الى كانت موجوده فعلا فهي تخفف هذاك الضغط على المواطن ذاك بما يسمى بلو ستريس كيمكن لينا حنا ندبروه الى لقينا واحد الفضاء ملائم. شكرا سي ميلو الخضر. اول سؤال وضعتي عليا هو ديال السنديك، هذا الموضوع هذا كنتكلم عليه انا بزاف. الموضوع ديال السنديك المنعش العقاري المواطن هو اللي كياخذ على العاتق ديالو. هو كيبيع في لي زابارتمون ديالو ولا كيبيع في الشقق للمواطنين انه يقبض السنديك واحد المده ديال عام حتى العام ونص بضمان يجمع جميع السكان ويحضر معاهم في الاجتماع الاول ويخليهم يكونوا السنديك ديالهم، من بعد كيكون هو دار التفريشه الاولى تكلف ب الارضيه تكلف يهيئ الارضيه يتكلف بلي كونتور ديال لاسانسور الكونتور ديال الماء الكونسييرج وهذه ياخذ هو على العاتق ديالو ولو انه كيكون بعض الاحيان مكلف ماديا ومعنويا وحتى في الوقت ديالو، ولكن هذا هو المنعش العقاري فعلا المواطن هو اللي كياخذ على العاتق ديالو هذه المسؤوليه لفتره ديال واحد السنه ولا سنتين بعد ما كيكمل البيع ديال لي زابارتمون ديالو وكيسلمهم اطراء اجتماع اول هو اللي كيعقد هذاك الاجتماع وكيسلمهم للسنديك وكيخليهم يديروا الاستمراريه باش كتبقى العماره مصانه وكتبقى العماره جماليه وما كان وكيخلي ديما الهاتف ديالو راه لاشارتهم لبعض الصعوبات اللي كيمكن لهم يواجهوها من بعد واللي كتكون بالنسبه للمنعش العقاري بسيطه وكيمكن ليه يتدخل فيها غير برنه هاتفيه لواحد من المتدخلين اللي خدموا معاه في العمارة. هذا شيء هذا المنعش العقاري اللي كيفرط في هذا الجانب هذا انا كان ما كنسميهش منعش عقاري كنسميه مستثمر عقاري، واحد الانسان اللي كيوضع واحد القدر ديال الفلوس في واحد المشروع كيجني منه واحد الربح وكيمشي في هذا المنعش العقاري الحق المواطن هو اللي كيتبع هذه المساله. والجانب الاخر هو المنعش العقاري فعلا المواطن هو اللي كيفكر لاي مواطن دخل الشقه ديالو يجي يلقى جميع مكونات الحياه الاسره المغربيه، شتي حتى داك العلاقه ديال الحولي ما يخليهش يديرها بوحدو يديرها ليه هو ما كطلبش ليه شي حاجه كثيره بزاف، يمكن ليه سوا يديرها في البالكون الا كان عنده لو بالكون اللي موجه ويمكن ليه يدير ان كروشي في لادار فاش يكون ولا كيطلع للسطح كيدير واحد 6 ولا 10 ديال لي كروشي ولا بغيتو تقوموا بزياره ميدانيه نوريكم انا بعض العمارات اللي اشتغلت فيها واشتغلوا فيها اخوان منعشين اخرين اللي كيفكروا في هذا النطاق واللي فيها فين كيعلقوا الناس الحواله ديالهم وكتكون المجاري زائده في السطح كتكون هذه الخصوصيات ديال الاسره المغربيه موجوده في عدد كبير من العمارات. وانا كندعوكم من هذا المنبر انكم ديروا زياره ميدانيه حتى باش تشوفوا بعض الواجهات ديال العماره وحتى الداخل ديال العمارات كتحافظ على خصوصيات الاسره المغربيه من خلال الاصاله والمعاصره. وعلى سبيل الذكر هناك مهندس معماري يقطن بمدينه القنيطره وكيشتغل بمدينه القنيطره وجد لاطيس ديالو ديال الدكتوره وجد لو تيم ديالها كان المهندس المعماري الاصاله والمعاصره. وللاسف هو انني كلمته في التليفون باش يعطيني لاطيس ديالو نخدم عليها وتصاب في الديار الانجليزيه. شكرا سيدي. اذا شكرا سي عبد الغني الياسع وكنذكر بانك رئيس جمعيه المنعشين العقاريين والموزعين ديال الغرب شراده بن حسن. شكرا لكل من ساهم في اخراج هذه الحلقه وكل من ساهم في الحفاظ وكذلك التذكير بذاكره مدينه القنيطره والتصور الجميل اللي وضعه السي سلطانه كذلك مرفوق ب تولى من المهندسين كالرؤيه ان شاء الله المستقبليه لمدينه القنيطره بالمناسبه ديال التصميم المديري الجديد وهذه فرصه سانحه اللي ممكن تداركها الا كانت هناك شيء ما الوقوف على مكامن الخلل. اذا لقاؤنا يتجدد بكم في فرصه لاحقه ان شاء الله ودمتم اوفياء لبرامجنا والى اللقاء.